فقره وجدت كلامك مع الشيف فينا والسو شيف جوي. اهلا بيكم اخواتنا واصحابنا في عيله يسوع، بنرحب بيكم كلكم بجد وحشتونا. انا وجوي، صح يا جوي؟ صحيت. دلوقتي فقره وجدت كلامك اللي احنا متعودين ان احنا فيها بناكل كلمه ربنا، بس انا عايزه اقول لكم على حاجه. في كل مره احنا بنقعد ناكل من كلمه ربنا، في كل مره احنا بنقعد نسمع او نقرا من الكلمه، احنا بنتعلم وبنتغير. ومش بس كده، عارفين ايه اللي بيحصل؟ احنا كمان بنعرف اكتر عن ربنا، بالظبط زي الاصحاب. يعني بيبقى فيه اتنين اصحاب، كل ما يقعدوا مع بعض اكتر كل ما بيعرفوا بعض اكتر. انتوا عارفين انا عندي واحده صاحبتي بحبها قوي وبقعد معاها كتير، فكل ما حد يشوفنا يقول لنا ايه ده، انتوا شبه بعض قوي. ده فعلا بيحصل، لانه كل ما بتقعد مع صاحبك اللي بتحبه قوي كل ما بتبقى شبهه في حاجات كتير. صح يا جوي؟ صح قوي. تعالوا الاول نطلع نشوف الايه بتاعتنا ونرجع نكمل الفقره مع بعض. سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. مزمور 25 عدد 14. النهارده بقى جوي هي اللي هتعمل لنا الوصفه. هي بتقول ان معاها وصفه جديده خالص محدش يعرفها غيرها، فهنشوف معاكي يا جوي. الحقيقه بقى انه الوصفه دي مش انا اللي مخترعاها، لكن اللي اخترعها، وانتم طبعا عارفين انه مفيش شيف بيعمل وصفه ويدي اسرارها لاي حد خالص. طب معلش انت كده ازاي عرفتيها لما هو بس اللي عاملها وعارفها؟ احنا نعرف بعض من زمان قوي، فاحنا بقينا صحاب جدا جدا جدا، فهو بقى بيديني الوصفه بتاعته ويستأمني عليها، وينفع يبقى مش خايف ان انا ابوظها او اعملها غلط او اعمل فيها اي حاجه تخلي الوصفه بتاعته تبوظ. هو بقى مستأمني عليها عشان احنا صحاب. يعني هو قالها لك عشان انت صاحبته، لكن هو مش بيقولها لاي حد تاني. طبعا يعني الحاجات دي ما ينفعش تتقال لاي حد. طب انا عايزه ادوقها بقى عشان يعني احكم على الوصفه بتاعتك النهارده. ايوه ممكن ادوق يا جوي؟ ممكن تدوقي. اتفضلي. ممكن نعمل واحده ثانيه. الوصفه دي فعلا جميله، يعني بصي مظبوطه جدا. يعني انا دقت عصاير كتير بصراحه، بس دي مختلفه شويه، فعلا فيها سر. انت عارفه يا جوي اللي انت بتقوليه ده شبه الايه بتاعتنا النهارده. الآية بتاعتنا كان بتقول إيه اللي إحنا لسه سمعينها؟ بتقول سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. مزمور 25 وعدد 14. تيجوا نقولها مع بعض؟ يلا. سر الرب، سر الرب لخائفيه، لخائفيه وعهده، وعهده لتعليمهم، لتعليمهم. يعني ربنا عنده أسرار كتير عايز يقولها لنا، زي الشيف صاحب جوي ما قالهاش غير لصاحبته. ربنا برضو عايز أصحاب لي، علشان هو بيقول سره بس لأصحابه. وباقي الآية كمان بيقول وعهده لتعليمهم، يعني وهم صحاب بيبقوا بيعلموا بعض. الرب بيعلمنا لأن احنا صحابه وفي عهده وفي اتفاق معاه. تمام. بس أنا عايزة أقول لكم على حاجة. أوقات بنبقى صحاب وعايزين نسمع اسرار ربنا، ونقول له عايزين نسمع اسرارك، عايزين نسمع اسرارك، احنا اصحابك زي ما احنا كنا بنسمع في البرنامج، بس مش بنبقى عارفين نسمع. عارفين ليه؟ علشان في حاجات كل شويه بتكبر بتكبر، زي دي كده بتكبر بتكبر. زي مثلا الموبايل. بيعمل ايه الموبايل يا جوي؟ موبايل بيسحب مني وقت كتير جدا جدا. واتساب ما لحقتش ارد عليه، ومش عارفه مين كلمني، وفيسبوك بقى ما فتحتش النهارده، وده بياخد وقت كتير جدا. كتير قوي. كمان ممكن الجيمز. على فكره يا جماعه الجيمز دي حاجه حلوه، بس لما بتسحب وقت كتير مني ما بيبقاش عندي وقت لصاحبي. في ايه كمان تاني يا جوي؟ تلفزيون، مسلسلات بقى وافلام واغاني طول النهار احطها في وداني، واجي اليوم يخلص والاقي ان انا ما قعدتش مع صاحبي، وكل شويه الحاجات دي عماله تكبر تكبر تكبر. مش عارفه اسمع. كل ما احاول اكلمك جوي، مش سامعاكي جوي. ايه ده الصوت مغلوش قوي، مش عارف اسمع. اول ما الحاجات بتكبر وبتاخد مساحه مش مساحتها واكبر من حجمها،
فمش بنعرف نسمع، فيبقى الرب نفسه يحكي لنا قوي اسرار زي ما بيحكي الصاحب مع صاحبه. بس عشان الحاجات دي موجوده فسد السكه، فمش عارفه اسمع. لكن لان سر الرب اللي خائفيه، يعني مش للناس اللي بتخاف منه، لكن للي بيحبوه واللي بيحبوا يقعدوا معاه وبيدوله وقت وبيبقى صاحبهم. لان سر الرب اللي خائفيه اللي بيحبوا يعملوا كده، الحاجات دي بتقعد تقل تقل تقل، ويبقى بسهولة جدا بيعرفوا يسمعوا ويسمعوا اسراره اللي هو بيحب يقولها لهم. تعالوا نقول الايه تاني عشان نفتكرها. سر الرب، سر الرب لخائفيه، لخائفيه وعهده لتعليمهم، وعهده لتعليمهم. جوي علميها لنا بالحركات. يلا بينا. سر الرب، سر الرب لخائفيه، لخائفيه وعهده، وعهده لتعليمهم، لتعليمهم. مزمور 25:14. مزمور 25:14. كمان مره، كمان مره تاني. سر الرب، سر الرب لخائفيه، لخائفيه وعهده، وعهده لتعليمهم، لتعليمهم. مزمور 25:14. مزمور 25:14.